في القرن 86 قام سكان الفضاء بمن فيهم الإنسان بإنشاء حضارة متطورة وراقية في المنطقة الجوية الخاصة التي تدعى منطقة سوبيسكي، وقد قامت كل المخلوقات الحية بمغادرة مواطنها الأصلية وتجمعت في هذا الكوكب وتعاونت مع بعضها البعض لعدة قرون حتى استطاعت تحقيق هذا النجاح. كذلك فقد تم إنشاء منظمات، ومن هذه المنظمات منظمة كانت أكبر من الدولة ذاتها وتدعى منظمة اتحاد رؤوس الأموال. وهذه هي قصة القوات العلمية الخاصة المحمولة التي تحمل اسم فرقة المغامرين. إنها مركبة عملاقة في أعمال المناجم. يقال إنها تحفر بسرعة عن طريق المدفع الراداري والقدرة التفجيرية. هل علينا أن نخشى منها؟ حسنا، أعتقد أنها ستحفظ لنا مهنتنا. انتباه، المجموعة الثانية ستبدأ العمل في المنجم بعد دقائق. المجموعة الثانية ستتولى الأمر في حال عودة المجموعة الأولى. انتباه، مركبة المناجم العملاقة في المنجم، على كل عمال المناجم أن يكونوا حذرين. وجدت عرقا من معدن النفيس وسوف نغادر إليه لنعود ثانية إلى المنطقة الآمنة. حسنا، لقد وجدنا عرقا من معدن النفيس. المدمرة المدهشة، مركبة أعمال المناجم العملاقة، إنها مدمرة رائعة حقا. أنا لا أمتلك معرفة بأعمال التنجيم، ولذلك فإنها لا تأتي في قائمة اهتماماتي. حتى ولو كان لها عقل بشري؟ لن أدهش حتى لو كان مسيطرا عليك. لا تمزح. إذا لم يكن ممنوعا قانونيا، فإن أي نوع من الاختراعات من الممكن عمله، أليس كذلك؟ هذا صحيح، لا توجد هناك أي حوادث، ومع ذلك فإن العديد من الناس قد فقدوا في موقع التنجيم مؤخرا. إضافة إلى ذلك، هؤلاء الناس كانوا من أفضل مهندسي المناجم. المركبات العملاقة تصنع الواحدة تلو الأخرى. فقد مهندسي المناجم، مركبات لأعمال المناجم، توربينات. ألا تعتقد أنهم يقومون بعمل توربينات غير شرعية ويستعملون عقول مهندسي المناجم؟ أريد منك أن تعثر على الحقيقة. هل تأمرنا بإحضار تلك المركبة العملاقة؟ هناك لوح وثائقي تبقى في الكمبيوتر الرئيسي، وربما يكون مغلقا، لذلك أعتقد أنه ليس من السهل سرقة الوثائق. هل تأمرنا إذن بعبور البوابة التي تراقب بواسطة المدفع الراداري ودخول غرفة اللوح الوثائقي؟ أريد منك فقط أن تجد تلك الدلائل الضرورية من أجل إغلاق عملية التوربين غير الشرعي. ذلك المنجم هو إحدى شركات المستوى لمؤسسة الجريمة. أنت شديد الذكاء. شكرا لك، سأرسل لك المعلومات. هذه القاعدة الأرضية تدعى الدمية. سيدي، هناك خلل ما في الآلة. لا أعرف أين الخلل. هناك خطر كبير. تلك الإشاعة ربما تكون صحيحة. بعض مهندسينا فقدوا. اهدأ، سوف أذهب لأتأكد. ها؟
إنه يتهاوى ليهرب الجميع. حادث انهيار، هل أنتم بخير؟ اهربوا. لقد تنبأ بالحادث. كما قلت، تنبأ بالحادث. هذا يعني أنه صحيح. سيد الرئيس، هل سمعت التقرير؟ جعفر، ماذا يدعى العقل الآلي هذا؟ نظام التفكير، ماذا؟ بكلمات بسيطة، إنه عملية لفردية التفكير سيدي. على أي حال، لقد تنبأ بحادث الانهيار، وبلغة المال توفير 2300. الإلكترونيات لا تستطيع تنظيم قدرة الحاسة السادسة كقدرة الكائنات البشرية. والعقل البشري أرخص بقليل. لا تنسى المؤسسة المالية. دع ذلك لي، باستعمال هذه الآلة الرائعة سوف أرفع مستوى شركة مناجم الدمية المساهمة المحدودة، سوف أرفعها من شركة ضعيفة إلى عليا، وعندها سأصبح عضوا في لجنة القيادة. إن شركتك هي الشركة الوحيدة التي تستطيع أن تحفر الطبقة اللازمة للجدار الداخلي لمقاومة الصهر النووي. إضافة إلى ذلك، فإن شركتنا تحتكر السوق، نحن لنا دور طليعي في دائرة الطاقة. ما هذا؟ السيدة هي معدت مرة أخرى يا سيدي. يا لها من امرأة مثابرة عنيدة، ابعث بها إلى الموظف المعني بالأمر. كم أنا محظوظ لأنني أقوم بهذه المهمة، أراقب الآلة في الوقت الذي نقوم فيه بلعبة تجسس رهيبة ومثيرة. حسناً، ليس من الضروري بالنسبة لي أن أكون وسط الحدث، ذلك أن عملية كهذه. احتفال جميل. ما الذي تريد أن تفعله بي؟ لأنك تعرفين الكثير الكثير. ما الذي تقصده بهذا؟ سترين. رائعة. أنا السيدة هيام خالد. متزوجة؟ أنت تمزحين. زوجي كان مهندس مناجم لكنه فقد. أنا آسف. الشركة لا توضح هذه الأمور، إنها تقول أنه كان مجرد حادث، لكنني أعتقد أن هناك سراً هاماً. لما تقولين ذلك؟ نتيجة لما قاله لي آخر يوم تقابلنا فيه. هل ستظلين على وفائك لي حتى لو ابتعدت عنك؟ ها؟ لا شيء، لا شيء. خالد، هل اعتاد أن يقول أنه من أجل أن تعمل تحت الأرض حيث الحرارة مرتفعة والضغط كبيرا بشكل مذهل؟ هل تعنين أن زوجك ما زال على قيد الحياة حتى الآن؟ أريد أن أراه حتى وإن كان هناك قلب صناعي ينبض في جسده. إذن عليك أن تغادري القاعدة الأرضية. ليس المهم الخطورة، بل أن أجده. سنفعل ذلك. أنتم؟ نحن أشخاص موهوبون. أهلاً.
ماهر، سأتحدث إلى كل الأعضاء. لقد ظهر كامل في فضاء المدينة، ابدأوا العملية حالا. مغناطيس، أسمعت؟ أستطيع خداع الكائنات البشرية. بل تستطيع. لا أعرف إن كنت أستطيع خداع الآلة. إنه ضخم جدا. حسنا، دعونا نرى. افحص، سوف نبدأ تطوير الفحص بواسطة أشعة إكس. الفحص الإشعاعي واضح. أعترف أنك الرئيس كامل، والتعليمات التي ستحاول إعطائها ستعطى أفضلية على أي إدخالات من الخطوط الأخرى. أرني المعلومات حول التوربين. الوثائق أغلقت عليها بنفسك. كما توقعت. إذن سوف أجرب عملية الحالة رقم 2. أعطني أرقام الألواح لوثائق العملية. عملية التوربين رقم اللوح 7767789. الأوامر. الأوامر قبلت. أعمال المنجم سوف تتوقف خلال 3 دقائق. هذه الأوامر سوف تأخذ الأفضلية الأولى لمدة 48 ساعة. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هل هناك مشاكل؟ ما الذي يجري؟ الجرف الأخضر قذف رقم 6100. كل الآلات توقفت. الأعمال سوف تتوقف لمدة 48 ساعة. هذه هي الأوامر. لا تستطيع. مغناطيس، أعطي الإشارة لعملية الحالة رقم 2. افحص كل الكمبيوترات الرئيسية. حتى لو صرخت عاليا فلن تستطيع فعل شيء في هذا المجال. السيد المهندس جاء، سوف تكون على أفضل حال. الحارس لا يعرف كيف يتكلم. أعمال المدمرة لم تتوقف. الأجهزة الرئيسية توقفت، إنها لا تستطيع العمل. لكن العقل البشري لا يمكن إلا أن يكون سوى دائرة ثانوية. إنها غريبة، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تكون كذلك. ستظل بقية في ذلك العقل. حدثت حالة من التوتر في الجرف الأخضر النقطة 6100. أعمال شغب، لقد صدرت الأوامر. سيدي الرئيس، ماذا أصابك؟ هل أنت بخير سيدي؟ انصرف. أبداً. قدروا بين أنفسكم. إذا تسربت إلى المكتب الرئيسي للجريمة فإن كل الخطط سوف تتلف، خاصة حول توربين. تبدو فوق العادة. أنا الكابتن ماهر، أمر طوارئ لأعضاء فرقة المغامرين. مغناطيس وجميلة، تعالى إلى النقطة إكس. النجم الطفولي، قلصا وقت العملية إلى الثلث. لقد جمعت هذا الرقم 7767. وأنا بخير أيضا. الآن لدي كل الخطط حول التوربين غير الشرعي يا طفولي. كفاح، هل أنت متأكد من أن أصدقائك جاهزون؟ نعم سيدي الكابتن، بما أنه سيكون تحت سيطرة الحكومات من هنا فسيكون سالما. شكرا لك على كل شيء. اترك الأمر لي سيدتي. كفاح. إنه هناك. في اللحظة التي نستطيع فيها تمييزه سنبدأ الهجوم المركز. ما
هذا الخلل؟ وحدة حراسة أبيدت، افعل شيئا يا جعفر. المدمرة المدهشة تستطيع أن تعمل تحت كل الظروف، ولديها القدرة على تدمير أي شيء في لحظات. سيدي لا أريد سماع هذا. ليست مشكلة إذا كان الكمبيوتر الرئيسي يعمل. هناك خلل ما في الوحش. من الواضح أن هذا خطأنا. حسنا، المجرمون سوف يعترفون بإنجازاتي بعيدا عنك يا سيد الرئيس. كم أموالي، سمعتي، أحلامي ذهبت كلها بسبب هذا الوحش. يبدو أن عمليتنا قد جعلت الوحش يعود. جاء كفاح. كابتن، لدي أخبار كثيرة حول خطط التوربين. هذا واضح جدا. وجهك. كفاح، هذه الألواح حول خطط التوربين هنا. هذا صحيح. حسنا، لنتجمع كلنا، سوف نغير العملية وندمر الآلة الكبيرة. يا تؤالة، إنه التوربين الذي عاد ثانية. التوربين؟ النجم وكفاح دمرا الآلة بالسلحفاة، بقية الأعضاء أغلقوا مدخل الجرف. حاضر. لا أعرف التفاصيل، لكن وجدانيا هذا محرم. عليك أن تعتبرها إنسانا آليا يتحرك بكمبيوتر. ربما يكون زوج هيام قد صعد إلى طاولة العمليات، وعلي أن يتوقع بأنه سيعود إلى طبيعته بعد إجراء العملية. لا أريد رؤيته حتى ولو كان قلبه صناعيا ينبض. لا أستطيع أن أتحمل مثل هذا الشيء. حرارتها. إنها حارة. سأترك الطيران لك. سأترك الهجوم لك. هناك حطام مركبة، يمكن أن يكون حول هذا المكان. هل يمكن أن يحدث هذا؟ ماذا؟ صخرة تنتفخ؟ وسوف تتفتت. والآن كفاح، ماذا نفعل؟ هيا أطلق النار حالا، وإلا فإننا سندفن. كفاح، اقتل الوحش. خذ. استعدت، سوف تقلع الرحلة رقم 108. تفضلي. شكرا. كنت أتمنى أن تري زوجك، لكن من الأفضل لا تعرفي شيئاً.